الحروب والنزاعات أسفرت عن ملايين من الضحايا المستضعفين والمحرومين من المساعدات التي صعب وصولها استمرار تلك النزاعات. زيادة حدة هذه الحروب زادت من الحاجة لخلق أفكار وحلول مبدعة محلية تسهل حياة هؤلاء المستضعفين. وبدورها تهدف مبادرة التحدي الإنساني الكبير لدعم الحلول المبتكرة والمدارة محلياً تحقيقاً لتقديم يد العون للمستضعفين، حيث ساهمت منذ سنة 2018 $39 مليون لدعم أكثر من 50 فكرة جسورة في الكونغو وسوريا ونيجيريا وجنوب السودان والأردن وبنغلاديش وأوغندا والصومال وكينيا، حيث تدعم الفكرة الجديدة بأكثر من $250,000 وأكثر من $3 مليون للأفكار المثبتة في المجالات الآتية: المياه الآمنة والصرف الصحي، الطاقة، المنتجات والخدمات الصحية، بيانات الإنقاذ والتواصل. وقد يكون الدعم بطريقة أخرى مثل خلق فرص تعاون مع مبتكرين آخرين، حيث أن 30% من المشاريع الممولة روادها أشخاص متأثرين بالنزاع وقد حققوا إنجازات عدة، أهمها توفير نظام إنذار لتحذير السوريين قبل وقوع الغارة ب10 دقائق، حل مشكلة نقص مياه الشرب والري من خلال الطاقة الشمسية في جنوب السودان، التصنيع المحلي لمواد إعادة الإعمار ومعدات الحماية في بنغلاديش وسوريا والعراق. هل أنتم مهتمين بتحسين ظروف بلدكم المتعرض للنزاع؟ هل لديكم فكرة مبتكرة تساعد متضرري النزاع؟ سارعوا بتقديم أفكاركم الجسورة حتى تاريخ 16 نوفمبر 2020.